سلمت مصر رئاسة الدورة العشرين للمجلس الوزاري للهيئة الإقليمية للمحافظة على بيئة البحر الأحمر وخليج عدن. جاء ذلك خلال مؤتمر عقد بمدينة الغردقة بحضور عدد من وزراء البيئة للدول الأعضاء بالهيئة. ومن جانبها أكد الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن مصر ستمارس دورا كبيرا خلال رئاستها للمجلس، وتبذل مزيدا من الجهود في قضية تغير المناخ وصون التنوع البيولوجي والحفاظ على البيئة الساحلية والبحرية والتحكم في مصادر التلوث البحري. في خلال هذه الفترة هنصدق على أكبر مشروعين، واحد خاص بالصيادين في بيئة البحر الأحمر، واحد خاص بالشعاب المرجانية، خاصة بعد الدراسات اللي أثبتت أن الشعاب المرجانية في البحر الأحمر ستكون آخر شعاب على وجه الأرض تتأثر بأثار تغير المناخ، مما يجعلنا أن احنا نحافظ عليها أكثر. موجود معنا النهاردة 5 وزراء من الدول العربية، موجود معنا دولة السعودية، موجود جيبوتي، موجود الصومال، موجود الأردن، وتمثيل برضو للسودان.